والمكان ما يهمك ازعاج. امتحان امتحان حش ابو غازي. قاعد تصور؟ قال ابو صالح ابو صالح صادق. لا شكوى تنفع ولا حنهتفي. لا تستخف دمك ويلا جدك يلا. مو قصدي انك قطع. انزين كمل ايش فيك وقفت؟ بنت حتشيل شلون؟ جمهورهم شتتنا. الا يا نواف ولدك ايش فيه تايه كذي؟ في الزمانات البياعين يصيحون بيع 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 الجار عندنا الجار عندنا. مو قاعدين قعدتك هذه. دكان ابو نواف. عاش ابو مساعد حي ابو مساعد عاش ابو مساعد حي ابو مساعد. تبي طم 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 تبي اجرب لك اياه؟ لا 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 ما له داعي. تبي اجرب لك اياه؟ لا 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 ما له داعي. يلا برا اهو يلا شيلوا قشكم وطلعوا برا. ان شاء الله والذهب من مخرب محلي. هدي بالك واستريح. ماني مهدي بالي ماني مستريح. انت اللي مخرب محلي. صدقني بس عشان مصلحتك. وان شاء الله بتخلوني بروحي معاهم. وعليكم بريسي. وين ابو ريسي؟ بنعلمكم الشغل انا واخوي. والله ما هي بالظن الظهر مكبر المخدة. طلع اللي مخباتك. لا خلي العقال يرقص على ظهرك. يلا طلع. ما عندي شيء ما عندي شيء. نواف نواف احذر يا بني احذر يا نواف. وقف تكفى تكفى وقف. افا افا افا. عندي مشقوزي عندي ديجان عندي مطبق الطواش. هدي هدي احد يعزم كذي. زين هذا شنو رهش؟ حيل تروح عقب الموسم والمخيمات تلاقي البر صار مزبله. بسوي لك اكلتك المفضله مشبوس دياي كل يوم اذا وافقت على العرض. قم 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 هستورك بالله قم. احب اقول حق زيدان وعياله جيتكم واحد جيتوني جماعه كلكم ضدي ترى ما هي شجاعه ولا كلام. ايش تجميله بعد ايش في خشمك؟ انا مو جايه اخذ رايكم بس ببلغكم بقراري. انا امراه مستقله ويحق لي اسوي اللي ابيه. دين والله خوش ترى ذبحتينا. طلقي ماما طلقي طلقي. انا زوجك احسن منه. انا مو قاهرني الا حسن. نعم استاذ. طبعا فيصل دائما يسوي لي اختبار صوت قبل الحلقة. عن رسمهم مو محتاج أبرر. دكان بو نواف المسلسل كرتوني اللي من اخراج اخوي الجميل الاستاذ فيصل ابراهيم. تجربة جميلة جدا لان هو والاخوان المشاركين معانا لهانا وكل باسمه ممتعين جدا في التعامل. وانا دائما احضر له اكل صحي عشان يحافظ على لياقته ورشاقته وطاقته في المباريات. اي لا واضح انه ياكل اكل صحي. اي لا واضح. اعزائنا المشاهدين الحين نحط لكم فيديو عن لاعب صغير في السن وواعد بالرغم من كرشه الكبير الا انه يمتلك مهارات اقل نمو. يبا وين مصروفي؟ بروح المدرسه. يبا وين مصروفي؟ بروح المدرسه. نايف ام انت بالانتقالات الشتويه روح برشلونه. حبيبي طلع فنان. ماكو لعب كره بعد لا في البيت ولا برا. وان شفتك تلعب حشيت رجولك حش. من اليوم ورايح بتجابل دروسك. أصلاً أنت مدريدي مخشوش. أنا من زمان شاك فيك. عبالك ما أعرف لاعبكم يا المدريدي. أي اسكت. نواف ولد بو نواف شاب طموح بمرحلة اكتشاف الذات يحاول يلقى نفسه بالفن بالغنى بالبيع والشراء بكل شيء. إن شاء الله يكون خفيف عليكم ويعجبكم. تشرفنا فيك يا شماخ. اجتماعي بحت مواقف كوميدية فيهات جميلة. قرب قرب الزين عندنا والشين حوالينا. وانا شسوي بوجهي بالله. البنزين خلص. اليوم كانت معانا منواف اللي طباخها بصراحة خنين وانا خايف انها تصك علي يا جماعة. لا ويعاد يا ابو داود العين ما تعلى على الحاجب. لا والله اكلك مسكت. ترى الاكل مو بالمقادير الاكل بالنفس على قولتهم. عادت بالصج هذه حشوه بنواف بس هم انت نفسك حلو. اوه موافقون. قاعدين نشتغل على تقنيه جدا عاليه. غريب لما المسابيح كلها
وحطهم بالكيس وافتح الخزنة. لا اقطعك واسويك مصباح مصباح مصباح. من هذول وش يسوون هني؟ في مسلسل دكان ابو نواف، مسلسل كرتوني انيميشن 3D، ان شاء الله ان شاء الله يحوز على رضاك. صاير ايش فيهم الكل مغطين خشومهم؟ ومتعتي انا في الشغل والتأليف الجميل والعبر والمواعظ اللي احنا محتاجينها علشان مجتمعنا، نتمنى ان احنا نلعبها في الدراما، لقيتها موجودة في الكرتون بفضل الله. مقولات بسيطة وصغيرة لكن تعالج مشاكل عندنا في مجتمعنا، وتوجه عظة وعبرة لأبنائنا وبناتنا، وأيضا للأبهات والأمهات من خلال الكرتون. ما أدري منو بيشتريكم. شو تقول؟ أقول أشتريكم بالغالي يا أبو منيرة. تم. والحين إن شاء الله على شاشة التلفزيون دولة الكويت دكان أبو نواف، دور ماما حصة. كات! برافو برافو، حلوين كلكم حلوين. نبي شاي يا لباصيري. قصدك احنا بلوش فينا؟ ايش قلنا؟ ما قلنا شيء، بس بنسوي تزوير، ما غلطنا. نايف انت الحين وصلت النهائي، اذا فزت بتاخذ 100,000 دولار، واذا خسرت بتاخذ 50,000. بس ها مو مهم الفلوس، اهم شيء تفوز وترفع علم ديرتك. محسن وينك؟ جروب حلو صراحه ما يتعود. لا هو خاش ولد وبيقطع سجاير، خذها مني. بابا كل البنات مسوين يرضيك عنود عهود وصمود وورود كلهم يسوونه، انا لا. دكان ابو نواف الكرتوني تجربه حلوه راح تشوفونها بس من خلال تلفزيون دوله الكويت. دوري هو نوف بنت ابو نواف، البنت الطموحه الجامعيه شويه من تشكن، واحتمال اكون وزيره سعاده يوم من الايام. او ماي جاد، عنده واني برتقالي. اوف كورس. يبا ما يصير نقعد بالليل كذي. بمساعد شنو مخابك فيها بعد؟ لا 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 لا، هذه قراطيش قراطيش. ومساعد طلع اللي مخباتك، لا خلي العقال يرقص على ظهرك. شخصية ابو منيرة مع ابو مساعد ومع ابو نواف ومناشب بينهم، طلعاتهم روحاتهم رداتهم، الطيبة المحبة الخوف على بعض، شلون اهل الكويت هما كانوا، الجار يحس بجاره ويخاف عليه أكثر من بيته. أبو منيرة ساعدوني أصعد، ساعدوني. مو قادر أصعد الفتحة صغيرة. نزلوني نزلوني نزلوني. حتى أبو مساعد اللي ما يشوف سمع ويانا. ليش بيني وبينك يا أبو منيرة، الناس ملت من المولات الجديدة، تبي شيء شعبي يا أبو، أنت مشي بالهوى ولا سوقنا هذا يا تفترة ما حد يطبه. هالحين ها شوف ما شاء الله الناس رايحة رادة من كل الأعمار. والله العظيم حرموني من حب حياتي عليه. أبوها عنده شركة مقاولات. إيه أنت عايز تجوز بنتك ولا تعمل كوبري؟ الكل يحبه ومحترم شيء، والفلوس شيء ثاني. بعض الأبهات يا أبو منيرة يطالع الفلوس ما يطالع غيرها. مخرج فيصل إبراهيم عنده إبداع حلو، بالإضافة إلى الأخوي نواف المؤمن، أكيد مبدعين في هذه الأعمال أو النوعية من الأعمال. هلا بنواف. اسمع كلام المدرب يا أبو هاني وإن شاء الله تتم على خير. شلون يتهيأ لنا كذي كلنا نفس الشيء؟ حتى أبو مساعد اللي ما يشوف سمع ويانا الأشهر. بعد دلش سكني، بعد دلش سكتي. أبو نواف يلا قوم عاد اشرف عليه. يا الربع يا الربع، لقيت خريطة الكنز يا الربع. خريطة كنز؟ وين هي وين هي؟ حبوني يحبوني. يبا زين شغلوا فلاشات تلفوناتكم، خنشوف طريقنا عين. يما شايفة اسمها صفحة، اسمها يذكرني بالدراسة، والمشكلة ما حد يدري اي صفحة. عفو عليك يا يما، اللي معاها القمر ماله ومال النجوم. طلب صغير، وانتم تفطرون لا تكثرون فطور، لان وجبتنا ان شاء الله هم بتكون خفيفه، زيدوها على وجبه الفطور واستمتعوا فيها لانها حلوه. مو بريصيه، ايش فيكم انتم؟ عمركم مو شايفين قطو سفنكس اصيل؟ الحين هذا قطو؟ يلا عاد قوم لا تمشخها. بس لا تطنزون على اخوكم العود حتى لو ما عنده سالفه. شنو هذا؟ ما نبي تشبده ولسانه. شنو؟ لا كهرباء ولا بنزين، تلفوناتنا ما فيها شاحن،
بهالليل. لا يبا ما يصير ما يصير. ما شاء الله. ايه قس علي بخرابيطك. شيء يناسب اكيد الذوق العام، ذوق الجمهور، جمهور الكويتي والجمهور الخليجي والجمهور العربي، لان شاشتنا شاشة تلفزيون دولة الكويت اكيد واصلة العالم العربي كله. ايش رايك الروبوت مالك تقدر يعني تخليه يحارب؟ عرفت شنو اللي ابيه منك؟ يبا لا تهاتي كل شيء علي. يلا يا جماعة كل واحد مكانه راح نبلش. واحد اثنين اكشن. اي والله يا ابو مساعد، بعض اصحاب المخيمات ما يهمهم نظافة البر نهائيا. عيلة تروح عقب الموسم المخيمات وتلاقي البر صار مزبلة وقابلة تطلع للأجبار فيها. اخبصتني خبصة ما صارت ولا استوت، وادري بتعذرب بالاكل لان اف احلى كباب البديان وكباب بالصلصات. شلون قدر يطبخ لنا وهو عمي؟ شفت شلون المدبلج متعب، لكن لازم نوصل الاحساس صح عشان تسمعون الصوت مع الصورة. طبعا الصورة خيال. معكم اخوكم الفنان جمال ردحان، تابعونا باذن الله في شهر رمضان المبارك على تلفزيون الكويت في الكرتون دكان بنواف رمضان 2016. تابعونا على تلفزيون دولة الكويت ان شاء الله في مسلسل كرتوني دكان بنواف بشهر رمضان الفضيل. كل عام وانتم بخير، اخوكم محمد دشت. تابعونا طوال شهر رمضان الكريم ان شاء الله في دكان بنواف، اخوكم احمد العونان. شاشة الكويت تجمعنا، كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر. تابعونا في مسلسل كرتوني دكان بنواف ماما حصة. اخذكم منى شداد. انتظرونا ان شاء الله بمسلسل دكان بنواف على تلفزيون دولة الكويت، اخوكم احمد الجنائي. انتظرونا من خلال دكان بنواف مسلسل كرتوني راح اكون نوفي من خلال الشهر الفضيل بس على تلفزيون دولة الكويت.